أيضا أحب أرحب بضيفي العزيز الموجود معي الآن في هذه التغطية الخاصة، السيد سالم الجهوري نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة. يا هلا ومرحبا بك. يا أهلا وسهلا بكم وبمتابعيكم ومشاهديكم أينما كانوا في العالم. حياك الله سيد سالم. بداية دعنا نتحدث عن الألفة وكذلك التقارب اللي بيننا وبين سلطنة عمان، وكذلك حول هذه الزيارة الرسمية، زيارة الدولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ما دللتك إليها؟ شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة. أنا دائما أصف العلاقة بين الأشقاء في السلطنة وفي الإمارات بالعلاقة العاطفية. هذا المسمى أو هذه يعني هذا التوصيف نظرا لهذا الترابط الكبير الأسري والقبلي والتداخل الجغرافي وأيضا الموروث التاريخي، هذه العلاقة العاطفية هي يعني أنا في نظري أنها حصن حماية للمجتمعات في الدولتين، وبالتالي نحن نجد الكثير من الأسر المشتركة والمتقاربة يعني تعيش في عمان وتعيش أيضا في دولة الإمارات، وبالتالي أكسبتها خصوصية. هذه الخصوصية لا تتوفر في كثير من العلاقات بين الدول، بعضها حتى من دول مجلس التعاون، لكن في عمان والإمارات هذه العلاقة عاطفية واستثنائية بمعنى الكلمة. زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله وأيضا لقاه بحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، والتي تمتد ليومين، في نظري أنها زيارة مفصلية وتاريخية، وزيارة تؤسس لما بعد هذه المرحلة. هناك رغبة صادقة من قيادة البلدين، هذه القيادات في نظري أو التي أصفها بالقيادات الشابة لها الكثير من الطموحات ولها الكثير أيضا من الأحلام لتحقيقها لأبناء الشعبين أولا في المقام الأول، وهي على خطى جلالة السلطان قابوس وأيضا على خطى حضرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان رحمهم الله. يعني القادة المؤسسون لهذه للسلطنة وللإمارات أوجدوا دولتين قابلتين للحياة وصامدتين أمام التحديات، انحازوا إلى شعوبهم قبل انحيازهم لأي طرف آخر، وهذا ما أكسبهم الاحترام والود، وما أكسبهم أيضا هذا التعاطف الشعبي الكبير الذي قل مثيله في الدول قريبة ودول بعيدة، لأنهم كانوا صادقين وكانوا لديهم كانت لديهم الرغبة الحقيقية. صحيح. في بناء هذه الدولة. اليوم جلالة السلطان هيثم وأيضا أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يسيران على نفس الخطى في بناء هذه الدول وفي تطوير هذه العلاقة والبناء على المكتسبات السابقة، يعني إرث يبلغ 5 عقود، نتحدث عن 52 سنة. صحيح. هذا الإرث الكبير وهذا الإرث يعني كانت هناك خلفه جهود كبيرة حتى قامت هذه الدول ونهضت وأصبحت لها تلك السمعة السياسية وأيضا القبول لدى المجتمع الدولي والتأثير في القرار الدولي. صحيح. لدى سلطنة عمان مكانة رفيعة على مستوى العالم في هذا الجانب، وكذلك أيضا لأهلنا وأشقائنا في دولة الإمارات لهم هذه السمعة العالية. قد تختلف بعض الدول فيما بينها في وجهات نظر، وهذا طبيعي جدا لأنه لا توجد دول متطابقة في المواقف، قد يحدث الاختلاف في تنفيذ بعض الأفكار وفي أيضا بعض الرؤى، لكن هذا ليس محل حديث الآن. نعم. الحديث هو أن نتوحد في كثير من الجوانب. بلا شك. هناك 3 ملفات، العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وهناك الملف السياسي والملف الاقتصادي. هناك دلالات كثيرة على هذه الزيارة، منها تأكيد أن سلطنة عمان الشقيقة وكذلك دولة الإمارات توأم في الرؤى والطموح والرؤية، وهذا ما تحقق في وتيرة الإنجازات السريعة التي تحققت في 5 عقود الماضية. دعنا نتحدث عن هذا الجانب. يعني ربما عودنا يعني قبل حتى يعني هذه الفترة
في نهاية الستينات كان هناك خطر محدق بالمنطقة من خلال يعني كانت الثورة التي يطلق عليها جبهة التحرير عمان والخليج العربي، وكان قبل ذلك مسماها جبهة التحرير ظفار، ثم يعني دخلت بعض العناصر الأخرى. كان الهدف هو تغيير معالم هذه المنطقة من خلال يعني تيار معين يأتي للاستيلاء على هذه المنطقة وعلى هذه الدول. لكن لولا تلك الوقفة التي وقفها أيضا جلالة السلطان الراحل السلطان قابوس، وكان يعضده في هذا الجانب أيضا صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان، وأيضا بعض الأصدقاء من بعض الدول، لا تغير وجه المنطقة اليوم، لأنه هذه التجربة تكررت في بعض المناطق ولم تتغير إلى اليوم. كانت هذه الوقفة هي التي أسس عليها هذه الدول، سلطنة عمان، دولة الإمارات، ودولة قطر، ومملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت. فالقصة بدأت مبكرا قبل عهد 1970 عندما جاء جلالة السلطان على قيادة سلطنة عمان في ذلك الوقت. هذه الرؤى بعد ذلك تطابقت واشتركت، وكانت تلك الزيارات العفوية التي كانت يتم تبادلها بين جلالة السلطان وأيضا الشيخ زايد رحمهم الله في الاتفاق على رؤى كثيرة، منها السياسية ومنها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. وكان كثيرا ما يصلنا بعض من أطراف الحديث ما يدور حول القادة بأن الرؤى متطابقة إلى حد كبير، وأن هناك رؤية مشتركة لحماية البلدين، وأن هناك أيضا جهود تبذل لتوحيد الصف. العزيمة والإصرار الذي كان لدى الآباء المؤسسين هو الذي أنتج أيضا منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981. نعم. كان بدعوة من أيضا كريمة من صاحب السمو الشيخ زايد رحمه الله، وعقد في أبوظبي، وكانت هذه الانطلاقة تمثل ذلك الانتصار. نعم. الذي حدد مسار دول مجلس التعاون على أنها ستكون في سكة واحدة لا تختلف لا تتفرق، حتى استطاعت أن تحقق وأنجزت ما يمكن إنجازه من خلال ثروات النفط التي كانت موجودة. لكن هذه يعني الحالة كانت هي محل تقدير، واستطاعوا أن يوجدوا لكيان مجلس التعاون دور كبير في 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 جعل كل البدايات إن شاء الله انتصار وازدهار وأمل جديد بين الشعبين الشقيقين، وتوحيد كذلك للرؤى المشتركة والوحدة المصيرية. شكرا سيدي سالم الجهوري نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة، كنت ضيفا عزيزا واستمتعنا بالحديث معك. شكرا سيدي. شكرا جزيلا لك. الله يسعدك. شكرا.